توطين الوظائف أقل ما نقدمه لمجتمع له الفضل بعد الله بنجاحنا واستمرارنا طوال 25 عاما. التوطين ليس دباجة إعلامية، التوطين ليس عبء على الشركات الوطنية. وأقول للشباب الطموح، نحن نلتزم في شركة النهضة الطبية بأن نوفر لكم أفضل بيئة عمل تساعدكم على النجاح والتطوير وتحقيق أحلامكم في المستقبل. إن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة، فإني أدعو شركاءنا في منشآت القطاع الخاص إلى الإفادة من تجربة شركة النهدي التي ارتكزت على الإيمان بقدرة الطاقات والسواعد البشرية الوطنية. اليوم سأتكلم عن نفسي وبالنيابة عن زملاء الموظفين الذين اختاروا طريق الدبلومات الصحية. لقينا الباب اللي انفتح لنا، باب شركة النهدي. الباب هذا دربنا، الباب هذا آمن بطاقاتنا كإحنا كشباب، وأعطانا الفرصة لنثبت أنفسنا ووجودنا. وهذه الأمسية هي أمسية شكر، نشكر فيها في البداية ملاك ومدراء هذه المؤسسة، هذه الشركة، على الجهود الكبيرة التي بذلوها بإتاحة الفرص الحقيقية لتوظيف أبناءنا وبناتنا في هذا المجتمع في وظائف مناسبة وبظروف وبيئة عمل لائقة مناسبة، مكنتهم من اجتذاب العديد للتوظيف في الوقت الذي تتنافس على الكوادر السعودية شركات كثيرة متعددة. أما الآن بلفتة كريمة من معالي وزير العمل، يسرني أن أدعو سعادة مؤسس الشركة الشيخ عبد الله عامر النهدي والرئيس التنفيذي الدكتور بندر حمو لتكريم الموظفين المستجدين في الشركة والموظفات، فليتفضلوا مشكورين. نتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه المبادرة هي بداية سلسلة من المبادرات التي تنتهجها الشركات الوطنية في توطين الوظائف بشكل جاد وفاعل. نتمنى للجميع التوفيق ولموظفين التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.